بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نوافيكم بآخر تطورات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 على الصعيد الوطني. ففي 24 ساعة الأخيرة سجلت 609 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى حدود هذا الوقت إلى 20887 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 57.5 لكل 100,000 نسمة. وقد بلغ معدل الإصابة في 24 ساعة الأخيرة 1.7 لكل 100,000 نسمة. الحالات 609 سجلت 539 منها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، والتي شملت لحد الساعة 116,235 مخالط، ولا زال 13,251 مخالط قيد التتبع الصحي. الحالات الجديدة 609 ديال الحالات الجديدة سجلت بكل من جهة الدار البيضاء 16، 211 حالة، 87 حالة بالدار البيضاء، 53 حالة بسطات، 42 حالة ببرشيد، 28 حالة بالمحمدية، وحالة واحدة ببن سليمان. جهة مراكش أسفي 131 حالة، 112 حالة بمدينة مراكش، 12 حالة بقلعة الصراغنة، 3 حالات بالحوز، حالتان باليوسفية، وحالة بكل من أسفي والرحمنة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 114 حالة، 65 حالة بمدينة طنجة، 24 حالة بتطوان، 11 حالة بالعرائش، 6 حالات بالفحص أنجرة، 5 حالات بالحسيمة، و3 حالات بالمضيق الفنيدق. جهة فاس مكناس 98 حالة، من بينها 90 حالة بفاس، 5 حالات بمولي يعقوب، حالة بصفرو، وحالة بمكناس، وحالة ببولمان. جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، 11 حالة بسيدي قاسم، 7 حالات بالرباط، حالتان بكل من قنيطرة وسلا، وحالة بكل من تمارا والخميسات. جهة بني ملال الخنيفرة 9 حالات، 5 حالات ببني ملال، و4 حالات بخنيفرة. جهة سوس مسا 8 حالات، 6 حالات بشتوكا ايتباها، حالة بأكادير الدوتنان، وحالة بإنزكان ايتملول. جهة الداخلة والدهب 7 حالات كلها بالداخلة. الجهة الشرقية 5 حالات، 3 حالات بوجدة انقاد، وحالتان بجرادة. وجهة الضرعة تافيلات حالتان بورزازات، في حين لم تسجل أي حالة بكل من قلميم ودنون والعيون الساقية الحمراء. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 609 ديال الحالات اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة. تم استثناء 20,331 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليصبح عدد الحالات المستبعدة في المغرب إلى حدود هذا الوقت 1,147,226. للأسف الشديد سجلت 3 حالات وفيات بمدينة فاس رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 316 حالة وفاة بسبب المرض
إلى حدود هذا الوقت في بلادنا. ولله الحمد والشكر سجلت 115 حالة تعافي تام من المرض، ليصبح إجمالي المتعافين من هذا المرض في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 16553، مع معدل تعافي ديال 79.3%. ومنه فإن عدد الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة في المغرب إلى حدود هذا الوقت 4018 حالة، أي بمعدل 11 لكل 100,000 نسمة. البارح كانوا 10، اليوم 11، يعني في كل 100,000 مغربي كاين 11 اللي موجودين الآن في المستشفيات كيتعالجوا من سارس كوف 2. هاد 4018 حالة نشطة موجودة حسب الجهات، يعني الأكثر، الجهات الأكثر يعني أكثر نشاطا إن صح التعبير، أو التي تتوفر على أكثر عدد من الحالات النشطة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 1383، جهة الدار البيضاء سطات 1140، جهة فاس مكناس 749، جهة مراكش أسفي 379، جهة الرباط سلا القنيطرة عدد الحالات النشطة اللي فيها 143، الجهة الشرقية 69، جهة الداخلة والداب 51 حالة نشطة، جهة درعا تافيلات 35، جهة بني ملال خنيفرة 27 حالة نشطة، جهة سوس ماسة 18 حالة نشطة 18، جهة قلميم ودنون 13 حالة نشطة، وأقل عدد يوجد بجهة العيون الساقية الحمراء ب 11 حالة نشطة. ونختم بالحالات الخطيرة والحرجة للأسف الشديد ترتفع يوما بعد يوم وبسرعة مقلقة، بحيث تبلغ إلى حدود هذا الوقت 72 حالة، 72 حالة خطيرة أو حرجة. هذه الحالات الخطيرة والحرجة توجد بكل من جهة الدار البيضاء سطات 21 حالة خطيرة أو حرجة، جهة مراكش أسافي 21 حالة خطيرة أو حرجة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة، جهة فاس مكناس 11 حالة، وحالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة. هذه الحالات الخطيرة والحرجة، الحالة الحرجة يعني لما تنقول الحالة الحرجة هي التي تخضع للتنفس الاصطناعي، هي 7 حالات من مجموع 72، كاين 7 اللي هما يوجدون تحت التنفس الاصطناعي، 4 بالدار البيضاء سطات، حالتان بمراكش أسفي، وحالة بطنجة تطوان الحسيمة. تلكم إذن هي آخر مستجدات الوضع الوبائي للجائحة العالمية الناتجة عن سارس كوف 2 في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.